ما نسمع زاد مدام شيرة من أكودا حول قرار الحجر الصحي الشامل، ولكن قبل هذايا نعطيكم بلا الأخبار في متابعة للي صاير قدام ولاية سوسة. كيف ما قلت فما حالة احتقان كانت قبيلة شوية من بعد، فما وفد باش يحكي مع وليد الجهة. سينو سوق العراوة والا المدينه العتيقه، البلاد العربي كلها محلوله، الناس نصبت في محيط البلاد العربي، فما بعض التجار اللي اختاروا اليوم يعاودوا يحلوا والحركيه عاديه تقريبا، كانه ما فماش حجر صحي شامل. هذا اللي صاير اليوم في المدينه العتيقه بسوسه. سي نادر، صباح النور. صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بيك. وبيك عايشك، يا عايشك، مبروك وعيدك مبروك يا ربي على كل الامه الاسلاميه وعلى كل التوانسه، وشكرا بالحق على البرنامج اللي انت شكرا فتحت ليك. المجال هذا لحتى يعبروا يلقوا الناس او يعبروا بالحق. شكرا ليك سي نادر، ميرسي بوكو. قد معانا في الاستماع نسمو مدام بشيره من اكود، اهلا وسهلا بك مدام. اخير مدام ريم، شنو احوالك؟ احوالك انت؟ لاباس الحمد لله، شكرا ليك. مبروك ان شاء الله ربي يفضلك يعيش برشا على البرنامج، بل صراحه انت بصراحه احسن اذاعه هي اذاعه مسمى. شكرا ليك، شكرا ليك مدام بشيره، ان شاء الله يبارك لكم وربي يعطيكم الصحه. يعيشك، ربي يخليك. دونك اي اعطيني رايك في قرار الحجر الصحي الشامل. مدام ريم صراحة هالبلاد هذه حشاك ركبتني غدة على غدة هالبلاد. لطف عليك. صراحة ياسر ياسر مش حاسة بالشعب نتاعها، ياسر من حشت المشي بن علي الحق مدام ريم، ما هو الحق يقال معناها الله يرحمه بن علي، كنا عايشين في سيدي، كنا معناتها مرتاحين، الزوالي عايش والغني عايش والدنيا كلها لاباس عليها، وخيتي من حشت اللي هل تبدلت هالحكومات وهالثورة مارينا سعديات، نازلين كان في الزوالي، نازلين كان في الدمار لزقها، اني نستعمل مدام ريم في باكو دبي، كنت ناخذ فيه ب 7000 تو ولا ب 10000، كل شهر يزيد، كل شهر يزيد، عليه احنا الزولية عليه؟ عليه تو قيس سعيد اني ما انتخبتوش، هو يقول قبل الشعب يركلون به اشهر، هكا انت صبحت تركل بينا، هكا انت صبحت معذبنا، النهضة مارينا منها سعديات، مارينا منها حتى شيء، عليه شو عملنا لكم؟ شو عملنا لكم؟ الماء ولينا ما عادش في الماء السبالة ولا نشرو كان في الماء الصافي، عليه هذا مش باه بتحل علينا مصروف، عليه الماء السبالة مش باهي وندرى شنو وندرى شنو، وعاملون راهو دمار، دمرونا يا مدام ريم دمرونا، قتلونا راهو حرام عليكم، انظروا ربي في هالشعب، علاش عملنا لكم؟ شنو الشيء اللي دريناكم به؟ اما مدام ريم الشعب بصراحة حقه يوقف الروح، يوقف يتكلم، هما عايشين لاباس عليهم، هما قيس سعيد تخلي يابس كل حطة، أنا الخير كله ظهر على وجهه. ولا عايش هو لاباس عليه في خير ونعمه، في اخوه وحط اخوه وحتى شكون، واحنا واحنا قاعد يقوم يطلع لنا بكلمات هاو ندرى شنو هاو ندرى شنو، يتكلم علينا باللغه العربيه الفصحى، اخوي ما تتكلمش، دافع علي اخوي، احكي سهل لي اخوي، رخص لي في الدنيا اخوي، رخص لي في الدواء اخوي، اني ما مش نعمل عمليه على رجلي، عندي توا عام اني باركه في تركينا مش نعمل عمليه على رجلي، هاي الكورونا هاي ندرى شنو هاي ندرى شنو رانا ضعنا يا ودي، علاش ما يوقفوش لبلادهم؟ علاش انتخبناه غلطه كقيس سعيد؟ اصل الغنوشي هذاك كل نهار اخر يلقاه في قبره كل الغنوشي. بعيدا على السياسيين مدام بشير، انت قلبك مع ابي ظهر لي على السياسيين، اما بعيدا عليهم هما، احنا اليوم في وضع صحي. اسمعني مدام ريم، احنا اسمعني 10000 مع الشخص، 20000 مع الشخص. اي خليني اسالك شويه على على الكورونا، احنا بعيدا على السياسيين وكل، احنا اليوم في وضع صحي استثنائي. به استثنائي. دونك مدام ريم يرحم والديك سامحني واعصابي توتر، مدام ريم راهو الزوالي ما عادش عايش، صدقني الزيت المدعم هذاك اني شريت وحده تاع 4 اترات باش نعدي بها رمضان، وفات لي قعدت كل ليله مره نطيب مره ما نطيبش خاطر الزيت ما فماش. كيفاش باش نعيشوا احنا في هالبلاد؟ علاش كيفاش باش نعيشوا؟ كيفاش توا عندهم الف حق للنصاب اللي تخرج يخرجوا يخدموا على رواحهم، خاطر كان خدموا وكلوا ولادهم ما خدموش ما وكلوش ولادهم، مش الرئيس مش يوكلهم، الحكومه هذا اللي عطاها حجر الصحي، قول له انت تاكل في الكروفيات وتاكل انت ولادك ولا بس عليك، وهما شكون باش يوكلهم؟ وشكون باش يعيشهم؟ شكون خلص لهم ماء؟ وشكون خلص لهم ضوء؟ نهار طيبات بلاش عشية باش تجي انت تعشيهم؟ عاد كي يموتوا بالكورونا خير ما يموتوا بالشر، عليه قولوا شو عملنا لكم؟ عليه يا مدام ريم راهو راهي رانا ولينا في دمار شامل، دمار شامل يا مدام ريم، نقسم لك بالله راهي هالدوله مش حابه تحن على شعبها، اعطاها عايشه هي في الكراهب وفي الخيرات وفي الوتله وفي الدنيا، وما يهمهمش في الشعب نتاعهم، الشعب عاملينه حاجه استثنائيه، برا يخرجوا لنا هاو قرار هاو قرار هاو، يا خويا القرار اخي انت تطبق فيه ما اعطيهم حاجه على الاقل، انت حكمت عليا ما نخرجش من الدار، اعمل لي حاجه باش نعيش، هكا ولا مدام ريم؟ انت مدام قلت لي ما عادش تخرج من الدار، اعطيني حاجه باش نعيش بها، ولا تقول لي ما تخرجش وهكاك اقعد موت بالشر غاديكايا، عليه؟ عليه مدام ريم؟ راهي هالدوله
والله يا مدام ريم نقسم لك بالله سامحني خاطر عصابي لا ميسالش احنا نتفهموك هذا مجال ولا باش تفرغوا قلوبكم وتقولوا الحاجات اللي انتم تحسوها فيك انا في الاحترام بيان سور ديم. اما مدام ريم راني تعبنا باكو دبي اني ما مدام ريم نستعمل في الدبي كل صدقني باكو نخسيه ب 40 ولا ب 45 باكو نخسيه ب 8000 ولا ب 10000 باكو نخسيه ب 15 ولا ب 20 عليه 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 ربي يكون في العون ربي يكون في العون مدام شيره. نقسم لك بالأمة عندهم ألف حق عندهم ألف حق اللي يخدموا على أولادهم وعندهم ألف حق يخرجوا وعندهم ألف حق يدافعوا على خبزة أولادهم خاطرهم هما مش حاسين بهم خاطرهم هما طلعوا قرار وما يهمهمش حتى في شيء. واضح. شو إيش خمسة صغار ولا عشرة صغار يباتوا ولا عائلة ولا عائلتين يباتوا للشر أنت كل وقت ذاكرة شو تعمل لهم أنت حاس بهم أنت واضح مدام بشيره يعطيك الصحه شكرا ليك المجال مفتوح ليك مره اخرى ان شاء الله نعاودوا نحكيوا معاك في الموضوع هذا ولا مواضيع اخرى كل عام وانتي حايه بخير عايشك ان شاء الله عيدك مبروك وربي يبارك لك في صحتك وربي يخليك وربي يطول عمرك يا عايشك ربي يخليك انت زيدا وان شاء الله نتمنى لك كل الخير ليك ولعائلتك. سي نادر مرحبا. مرحبا بك اختي العزيزه بالحق مساندتي كل للسيده اللي كانت تحكي توا قبل كل شيء اختي حبيت انا ساعه باش نعطيك نقطه ساعه احنا وين عايشين في سطوح جبل مغيله قريه اسمها عين جفيل متخمل تتبع معتمديه جلمه سيدي بوزيد ساعه قبل كل شيء ما عادنيش وسيله بينه احنا والمعتمديه الجمله جميل لافي انه جي مره مسؤول او حد او وسائل الاعلام وجت معناته سلطه الضوء على القريه هذه المعزوله الساعة نهاري كلها هي منطقة عسكرية مغلقة أول حاجة نهاري كلها المدفع فيها عيط والصغار من رعبة عيط حاليا معناتها الهليكوبتر ديما كل يوم معناتها تتصور لو احنا نتجه للمعتمدين جلمة أقرب نقطة عفوا لينا تقبل كل شيء هو صحيح معناتها باش نحدوا من العدوى والكل ولكن حبيت معناتها نتجه للمسؤولين اللي خذوا القرار هذايا تقبل كل شيء انتم فكرتوا في الناس اللي ما عندهمش مولد رزق واللي كان عنده حتى مؤسسه وين يخدم وسكرت هذه المؤسسه اللي كان يخدم في نزل واللي كان يخدم في مقهى وجميعه وتو اتجهوا معناتها للمعتمدين والولايه نتاعهم باش يخدموا معناتها في عشويات يخدموا حاجه معناتها مولد رزق باش يروحوا بعشاهم باش يروحوا بعيدهم وتعمل لهم انت حضر جوالين كما هك فكرت فيهم كيفاش باش يعيدوا صدقني اختي العزيزه اقسم لك باللي فما ناس فما رجال يقول لك تو ما عنديش 10000 انا في جيبي سامحني انتم كي خذيتوا القرارات هذه فكرتوا في الناس المعزوله اللي هي متخمه ساكنه في الجبال سامحني انا اليوم بالحق لاول مره مداخله وشكر لكم مره اخرى اللي فتحتوا لنا المجال باش نوصلوا اصواتنا انا اليوم بالحق كشاب عربي مانيش باش نقول كشاب تونسي وخليهم الناس بالحق اللي باش يسمعوني تو نعرف اللي هم باش يحقدوا علي واللي باش معناتها معناتها باش يستغربوا في الكلام اللي انا نقوله ولكن حبيت نقول لهم ايجوا عيشوا في القريه هذه عين جفيل متخمه جبل مغيله سله السويسيه ايجوا عيشوا لهنا حتى نهار واكيد باش تحسوا اللي احنا حاسين انا اليوم بالحق نقول من خلالكم ولكل اللي يسمعوا فينا كشاب عربي نقول شكر لتونس اني قبلت فينا كلاجئين فيها لا اكثر ولا اقل اني اكثر من هكا بالحق يعجز اللسان على الكلام انت تحس روحك لاجئ في تونس سي نادر انك تشوف اهاليك اليوم كل يوم يموتوا في كل المجالات عم ناوي تعرفوا اكسيدو اللي صار في السباله فقدنا عائلاتنا معناتها الدار تفقدوا منها ثلاثه واربعه وطفيوا الادواء وجو يتجاروا نهارات الواله نهارين الواله جو يتجاريوا ونعملوا وندنوا ومن بعد طفيوا الضوء وحسبوا مول الدار مش هنا انا اليوم نقول حسبي الله ونعم الوكيل العواشير بالحق ونعاود نكرر ونقول شكرا لتونس اني قبلت فينا كلاجئين فيها لا اكثر اكثر من هكا ما نجمش نصنفها اني نساء تتصور في رمضان في عواشير وصايمه نساء رمضان ومشوا تعرفوا انتم جبل مغيله منطقه عسكريه مغلقه ومشوا الاسبوع الفارط فما اللي عندها بيبي حطته تحت الشجر وتطلع باش تنحي الزقوق وهذاك باش توصل تبيع سطله الزقوق هذيك باش تعشي بها صغارها او باش تقضي بها حاجياتها وتضرب عليهم في الهليكوبتر وانا نتحمل مسؤوليه كلامي هذه وتضرب عليهم الهليكوبتر في الجبل بالحق شويه واللي مشاو فيها معناتها ناس انت خلت زويل هامله في الجبل وهربت تجاره معناتها من الرعب والخوف تتصور انت تتلز باش تمشي البقعه هذيك وهي ممنوعه انك باش تجيب منها قوتك خاطر ما عندكش خيار اخر الدوله اللي تعجز بالحق في حاجيات مواطنيها ولا ابنائها باش تعجز في مولد رزق ليهم او باش تشغلهم اليوم باش يتجهوا لمنطقه عسكريه مغلقه وتضرب عليهم الهليكوبتر بالحق انا ما نسميهش دوله بالحق
وحسبي الله ونعم الوكيل مرة أخرى، ونعرف الناس بالحق باش يقولوا لك علاش المواطن هذا يقول في كلام هكا، ولكن مرة أخرى ونكرر تعالوا يا ناس وعيشوا في سطح جبل المغيلة بالتحديد قرية عين جفيل اللي تابعوا مع تمديد جلمة ليبوزيد، المنطقة المعزولة أنا نسميها. وبالحق شكر لي أختي مرة أخرى، وشكرا على اللي هز علينا التليفون، وإن شاء الله بالحق شهي طيب، وإن شاء الله رمضانكم مبروك وحسب الله ونعم الوكيل. مرحبا سي نادر، شكرا ليك. بعد كلامك انت الحقيقه ما نجموش نزيدو نكملو نحكي، يعطيك الصحه. شكرا ليك وتحيه ليك ولاهالي المنطقه هذيا، منطقه عسكريه معزوله. احنا نحكيو على الحرفيين هوني في وسط البلاد، ونسينا بالحق القرى اللي في المناطق هذيا واللي تم فرض حجر صحي شامل، وهما ما با عندهم 10000 مكاتبهم. يقول لك اليوم نعرفوا المنطقه هذيا مغلقه، عسكريه مغلقه، ولكن النساء تتلز تهز صغارها وتخليهم تحت الجرب باش نجموا تمشيو نحيو شويه زقوق وشويه كليل وزعتر نجموا يبيعوهم ويسقطوا منهم. وشفنا قداش من مرأة ولا قداش من راجل راحوا ضحية الألغام المزروعة في المناطق هذه. آخر كلمة ختم بها سي نادر يقول احنا لاجئين في تونس، شكرا لتونس لقبولها اللجوء نتاعنا، وحتى اللاجئين ساعات راهم يعيشوا في دي كونديسيون خير برشا من اللي احنا عايشين فيهم. نحكي على أغلبية الشعب التونسي من غيرك الاستثناءات نتاع الكروفيت والقاروس والناس اللي تلوج وين تعمل ظوافرها وين تصبغ شعرها في العيد. فما ناس بالحق أكبر همهم توا وين باش تعمل ظوافرها، ولا منين باش تشري اللبسة الثالثة والرابعة لصغارها. وفما ناس اللي ماهوش قادر يدو على خده، ما عندوش عشاء ليلة العائلة وربي يكون في العون. الحقيقة الوضعيات صعيبة برشا، الوضعية في تونس ولات صعيبة برشا وقت اللي نحكيو على إجراءات تمس برشا من المواطن ومن مش حرية التنقل. خلينا توا من حرية التنقل وحرية الدراشون، اليوم نحكيو على الماكلة، نحكيو على القوت اليومي للعباد. وقبيلة سي سفيان قال ملاحظة مهمة الحقيقة باش نختم بها أيمن، يقول الأحزاب، دور الأحزاب والمجتمع المدني وينهم؟ نعود نذكركم رأي الأحزاب والجمعيات ممولة من طرف الحكومة التونسية ويأخذوا في فلوس. رأى فما جمعيات اليوم في تونس ما هيش تنشط أما تأخذ في فلوس، الفلوس هذه كوين وعليش حتى لليوم تأخذ في الفلوس هذية؟ هذية السؤال. الأحزاب زادة كيف تأخذ في فلوس تمويل الأحزاب وين ماشي؟ برشا نقاط استفهام. تحبوا تكلمونا 73-278-600، غدوا نعاود ونحلو لكم مجال وناخذوا من عندكم أكثر تفاصيل على اللي يصير ورايكم في اللي قاعد يصير. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، برامج نجمة اف ام مازالت متواصلة. تسمعوا نجمة اف ام على 88.4 و95.9 في سوسة، 88.4 و95.9 في سوسة، و88.9 في المستير والمهدية. في المستير والمهدية.